اليوم راح نسوي هذا الكوكيز. شوفوا الكوكيز الا شيء خرافي، الطعم يجنن. اول شغله راح نجيب الزبده، لازم تكون بدرجه حراره الغرفه، راح نخليها مباشره بالعجانه ونضربها وننتظرها اول ما تروح كل التتكلات. راح نخلي عليها 3/4 كوب من الشكر البني، وبعدها راح نضيف عليها 1/2 كوب شكر ابيض، وهسه نخلطها بالعجانه. وبعدها لازم تكون بالضبط بهذا الشكل مثل ما جاي يشوفون بالفيديو. وبعدها راح نجيب 3 بيضات، راح نخليهن، اهم شيء البيض لازم يكون ايضا بدرجه حراره الغرفه، ونخلي عليها رشه من الفانيلا ونخلطها ايضا مره اخرى. وبعدها راح نضيف البيكنج سودا والملح، وبعدها نضيف الطحين، واخر شيء نضيف الشوكليت شيبس وقالب النستل اللي قطعناه وحطيت لها ايضا كندر، وراها نلكلكها ونحطها على ورق الزبدة وبصينية الفرن من فوق ومن جوا لمدة 8 دقائق فقط. وأول ما تذوب نطلعها، وهذا شكلها النهائي. وألف عافية وتحياتي لكم.